الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات إلى حلقة جديدة من المدرسة النموذجية وها نحن نلتقي معا في كتاب العلوم للصف الرابع ومع وحدة الحيوانات الأليفة كيف تبدون اليوم وكيف صحتكم وهل تحبون الحيوانات أم لا فلنتعرف على فوائد هذه الحيوانات ومعلومات جديده عن الحيوانات الاليفه نتابع الحيوانات الاليفه ولقد تعرفنا في فصول سابقه عن ان الحيوانات الاليفه هي التي نربيها اذا الحيوانات الاليفه هي الحيوانات التي نربيها نتابع نسمي حيوانات أليفة مثل الدجاج البقر الأرنب حيوانات أليفة مثل حيوانات أليفة مثل الدجاجة الأرنب الكلب البقرة أي هي حيوانات نستطيع أن نربيها ونتعايش معها هذه حيوانات أليفة مثل الدجاجة والأرنب والكلب نتابع إذا الحيوانات الأليفة هي الحيوانات التي يربيها الإنسان ويعتني بها مثل البقر والماعز والدجاج والإبل، إذا الحيوانات الأليفة هي حيوانات يربيها الإنسان ويعتني بها. هي حيوانات يربيها الإنسان ويعتني بها. نتابع. نصنف الحيوانات الأليفة إلى حيوانات نربيها للغذاء وحيوانات نربيها لأعمال أخرى. إذا نصنف الحيوانات الأليفة إلى حيوان للغذاء مثل الخروف، هذه حيوانات للغذاء وحيوانات للاعمال المختلفه كالحمار مثلا اذا هناك حيوانات للغذاء كالخروف وحيوانات للاعمال المختلفه حمل الاثقال كالحمار حمل الاثقال كالحمار حراسه كالثور حراسه كالكلب حراسه كالكلب اذا نحن نقوم بتربيه الحيوانات اما للغذاء واما للاعمال المختلفه الأعمال المختلفة مثل حمل الأثقال كالحمار والحراسة كالكلب والحراسة كالثور ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن الحيوانات الأليفة كائنات متنوعة الحيوانات الأليفة كائنات متنوعة البقر، الدجاج، الغنم، الإبل، الكلب هي متنوعة من حيث الحجم فالبقرة والإبل حجم كبير أو والقطة والأرانب أحجامها صغيرة وغطاء الجلد والحركة وهي تتشابه في بعض الصفات. إذا الحيوانات الأليفة تختلف في الحجم والغطاء، الجلد والحركة، وتتشابه في بعض الصفات. نربي بعض الحيوانات للاستفادة منها في الغذاء، وبعضها الآخر تساعدنا في إنجاز الأعمال كالحراسة وكالحراثة، وكذلك.. آآ آآ وكذلك استخدمناها في حمل الأثقال، وكذلك استخدمنا.. الثور أو عفواً الحمار في حمل الأثقال مرة أخرى إذاً نربي بعض الحيوانات للاستفادة من لحومها كالخرفان، ونربي بعض الحيوانات للاستفادة من خدماتها كالكلب في الحراسة، والثور في الحراسة، والحمار في حمل الأثقال، والحمار في حمل الأثقال، إذاً نربي الحيوانات للاستفادة من بعضها في الغذاء، والبعض الآخر.. إنجاز الأعمال المختلفة. نتابع. هذا تقويم، والآن سوف نقوم بحله معًا. افتح كتاب العلوم وقوم بحل هذا التمرين معي. أصنّف الحيوانات من بين القوسين: حمار وثور ودجاج وحمام وكلب وأرنب وحصان ومعز. حيوانات نربيها للغذاء. الحمار، لا، ثور، هذه نربيها للغذاء والأعمال، إذا سوف نضعها هنا، ثور. أيضاً والحمار نربيه للغذاء أم للأعمال؟ للأعمال، إذاً حمار. حيوانات نربيها للغذاء، ثور، صحيح، نستخدم الثور في الغذاء. أيضاً دجاج نستخدمها للغذاء. وأيضا للبيض كلها غذاء، إذا دجاج نستخدمه في الغذاء. حمام نستخدمه في الغذاء، حمام. كلب نستخدمه في الأعمال، كلب. كلب. أرنب بماذا نستخدمه في الغذاء؟ نعم، أرنب نستخدمه في الغذاء. حصان نستخدمه للأعمال. حصان، حصان. أيضاً هناك ماعز، ماعز. الماعز نستخدمه في الغذاء وأيضاً هل نربيه للأعمال؟ لا، للغذاء والأعمال؟ لا، إذاً الماعز نستخدمه فقط في الغذاء، نستخدمه فقط في الغذاء. إذاً الحمار والكلب والحصان نربيه للاعمال بينما الثور نربيه للغذاء والاعمال والحيوانات التي نربيها كغذاء منها الدجاج والحمام والارنب والماعز. نتابع لكل حيوان غذاء يناسبه، لكل حيوان غذاء يناسبه، اذا توجد حيوانات تتغذى على النباتات كالابقار مثل هذه الصوره والاغنام مثل هذه الصوره. والأرانب مثل هذه الصورة، وحيوانات تتغذى على اللحوم كالقطط والثعالب، إذا نرى هنا قطة سوف تأكل الفأر، إذا هذه الحيوانات تتغذى على القطط والثعالب، هذه الحيوانات تتغذى على اللحوم مثل القطط والثعالب، وهناك حيوانات تتغذى على النباتات كالأبقار والأغنام والأرانب، كالأبقار والأغنام والأرانب، نتابع. إذا تعلمنا بأن لكل حيوان غذاء مناسب، لكل حيوان غذاء مناسب هذه تتغذى على النبات وهذه تتغذى على النبات وهذه تتغذى على النبات وهذه تتغذى على اللحوم وهذه تتغذى على اللحوم نتابع إذا نصنف الحيوانات إلى آكلة نباتات وإلى آكلة لحوم نصنفها إلى آكلة نبات، وآكلة لحوم وآكلة النبات كالأرانب والأغنام، وآكلة اللحوم كالثعلب والقطة، إذا آكلة اللحوم كالثعلب والقطة، وآكلة النباتات كالأرانب والأغنام والأبقار كذلك. نكمل، تعلمنا أن نصنف الحيوانات حسب غذائها إلى آكلة نباتات، حيوانات تأكل الأعشاب أو الحبوب أو أجزاء النبات مثل الأرانب والدجاج والعصافير. الأرانب تأكل الجزر أي تأكل الجذور، الدجاج أكل الحبوب،, العصافير تأكل الحبوب. آكلة اللحوم هي حيوانات تتغذى على لحوم حيوانات أخرى كالثعالب والكلاب والقطط، كالثعالب والكلاب والقطط. آكلة اللحوم وآكلة النبات، آكلة اللحوم والنبات. هي حيوانات تأكل اللحوم والأعشاب مثل الدجاجة قد تأكل حبوب النبات وتأكل الديدان والحشرات. إذا فتأكل هنا نباتات وتأكل لحوم لأنها تأكل الحشرات وتعتبر الحشرات هنا الديدان لحوم وتأكل كذلك الحبوب والحبوب هي نباتات. نكمل. نربط بين صفات الحيوان وطريقة حصوله على الغذاء. هنا أسنان الحيوان الآكل للنبات حادة وصغيرة كأسنان الأرنب حادة وصغيرة وأسنان الحيوان الاكل للحوم حاده ولكنها كبيره اذا التي تاكل النبات اسنانها صغيره والتي تاكل اللحوم اسنانها كبيره والتي تاكل اللحوم اسنانها كبيره مثل الكلاب والاسنان الصغيره مثل الارانب لانها تاكل الاعشاب او جذور النباتات كالجزر اذا هذا هو ارنب واسنانه واسنانه صغيره وهذا كلب واسنانه كبيره لانه ياكل اللحوم نتابع تعلمنا أن الحيوانات آكلة النبات كالأرنب أسنانها حادة تساعدها على تقطيع الطعام لأنها تأكل النبات، والحيوانات آكلة اللحوم أسنانها كبيرة وبارزة كبيرة وبارزة لكي تساعدها على تمزيق اللحوم كي تساعدها على تمزيق اللحوم أو تمزيق طعامها الذي هو اللحوم. الآن نلاحظ منقار الحمامة. كيف شكل منقار الحمامة؟ لابد أن يساعدها على كيفية التغذية، صغير وحاد، إذا منقار الحمامة صغير وحاد، صغير وحاد حتى تستطيع أكل الحبوب. منقار البطة عريض وكبير، منقار البطة عريض وكبير لأنه يساعدها على غذائها، وكذلك منقار الحمامة صغير وحاد لأنه يساعدها على الغذاء. إذا منقار البطة عريض ومنقار الحمامة صغير وحاد. نكمل. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن مناقير الطيور مناقير جمع منقار، والمنقار هو هذا الجزء وهذا الجزء الذي تأكل به الحيوانات أو تستطيع الحيوانات أو الطيور بالذات الأكل به، إذا هو الجزء الذي تستطيع الطيور الأكل به، كما نرى هنا مثل منقار الحمام أو هنا منقار البطة. وتختلف باختلاف نوع الطعام أو نوع الغذاء. إذا مناقير الطيور تختلف باختلاف نوع الغذاء. يقوم المنقار بدور الفم واليد، يقوم المنقار بدور الفم واليد. يساعد الطيور في الحصول على الغذاء وبناء العش والدفاع عن نفسه، إذا ما هي وظيفة المنقار؟ ثلاث وظائف للمنقار، أولا الحصول على الغذاء، اثنان بناء الحش العش، ثلاثة الدفاع عن نفسه. إذن وظيفة المنقار الحصول على الغذاء، وبناء العش، والدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس، نتابع الآن سوف نقوم بتوضيح أهمية مكان معيشة الحيوان، أهمية مكان معيشة الحيوان، تختلف أماكن معيشة الحيوان باختلاف صفاتها، تختلف أماكن معيشة الحيوانات باختلاف صفاتها. تحتاج الحيوانات الأليفة إلى أماكن معيشة مناسبة يتوفر فيها الغذاء والماء والحماية من البرد والحر والرياح والحيوانات المفترسة، نجد هنا هذه بيوت للحمام، هذه بيوت للدجاج، نجد هنا هذه كذلك حظيرة للماعز والأبقار، إذا تحتاج الحيوانات الأليفة إلى أماكن معيشة مناسبة يتوفر فيها غذاء وماء. ونحميها من البرد والحر والرياح والحيوانات المفترسة، ونحميها من البرد والحر والرياح والحيوانات المختلفة. إذاً عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تكلمنا بأن الحيوان الأليف يحتاج إلى مكان يقيه من البرد، يقيه من الحر، يوفر له الغذاء والماء ويحميه من الحيوانات الضارة والمفترسة. فهذا ربما هنا بيت للحمام والدجاج والأبقار والماعز. نتابع. نسمي أماكن معيشة الحيوان الدجاج يعيش في مزرعة الدجاج الدجاج يعيش في مزرعة الدجاج العصفور يعيش في عش العصفور يعيش في عش الأرنب يعيش في جح الأرنب يعيش في جح الماعز يعيش في حظيرة الماعز يعيش في حظيرة بالضاد حظيرة إذا الدجاج يعيش في بزرعة الدجاج، العصافير تعيش في عش، الأرانب في جحر، والماعز في حظيرة، والماعز في حظيرة. إذا تعلمنا أن أماكن معيشة الحيوانات الأليفة تختلف مثل مزرعة الدجاج، مزرعة الدجاج، حظيرة البقر والماعز، عش الطيور، اسطبل الحمير والبغال، مرة أخرى. إذا الأماكن للحيوانات تسمى كالتالي: مزرعة الدجاج، حظيرة الأبقار، عش الطيور، وإسطبل الحمير والبغال. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، افتح كتاب العلوم ولنحل التمرين معا. يطلب منك المدرس أن تقوم بكتاب غذاء الحيوان ومكان معيشته. الثعلب يأكل لحوم ويعيش في الغابات والصحاري، الحمام يأكل حبوب ويعيش في عش، أيضا الأبقار تأكل أعشاب وتعيش في حظيرة، الأبقار والأغنام تعيش في حظيرة تعيش في حظيرة، الدجاج يعيش في مزرعة الدجاج ويأكل حبوب. ودود او ديدان ويعيش في مزرعه اين يعيش في المزرعه الارنب الارنب يتغذى على الجزر او جذور النباتات جذور النباتات ويعيش في جحر ماذا نسمي اماكن يعني اين يعيش الارنب في الجحر والابقار والاغنام تعيش في حظيره والحمير والبغال في اسطبل والحمام والعصافير تعيش في عش، تعيش في عش، نتابع. أضع صح في المربع المعبر عن الإجابة الصحيحة. منقار البطة حاد، لا عريض، صح، صغير، لا كبير، صح. منقار الحمامة حاد وصغير، إذا حاد وصغير. منقار البطة عريض وكبير، ومنقار الحمامة حاد وصغير نكمل عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه بهذه الفقره نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم الى اللقاء وفي امان